الخامس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. ركن إيمان إذا قيمة اختيشر. يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. نؤمن بالموت. خروج الروح. أسئلة في القبر، كل واحد يسأل في قبره عن أسئلة ثلاثة. البعث بعد الموت. يغى ويحل حلغي تير خلر دل شوطيح دين دير خلر. الحساب. يغى ويجواب خواتر خلر. الجنة النار. يغى يلسمن يتسا جوجة تسا إيمان دل أح. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. شادي ويل شوطيح ميل خير دل هما إذا إيمان يقدوش دعوني قيمة دينخ.